فنان جمال سليمان، مرحب فيك بالإمارات نيوز. الله يسلمك، شكرا أخي علي. نحن اليوم موجودين مهرجان الفجيرة للفنون، أول سنة بتحضر؟ والله أول سنة، لا أول سنة أنا والله. كيف هيك معلوماتك عن المهرجان؟ والله أنا السنة الماضية تابعت شوي بالإعلام وبالصحافة وبالتلفزيونات عن المهرجان، وهيك خلق عندي انطباع طيب، لكن طبعا من رأى غير من سمع، ومن يعني فمن رأى بيبقى عنده يعني الصورة أوضح. وأنا سعيد جدا بالدعوة، وسعيد نلتقي مع العدد الكبير من زملائنا من كذا بلد عربي، وفي ضيوف أيضا فنانين من أماكن مختلفة من العالم، وسعيد الحقيقة بالتنظيم والأجواء المهرجان. حابب انه عاملين مهرجان بالهواء الطلق، والطقس مناسب جدا، والحقيقة هيك كمان سعيد بني انا اول مرة بشوف الفجيرة. اول مرة طبيعة جميلة جدا، عجبني علاقة الجبال بالبحر، حلوة كثير هيك، الى جمال غريب. جمال شوي مبيعد عن الدراما السورية، انت رايح اكتر على بمصر، يعني هلا اغلب وقتك انت مقيم بمصر. خيالي انت بتعرفني من زمان كتير، انا ما عندي يعني عادة اني اعمل لي 4-5 مسلسلات بالسنة الحياة، يعني ما عندي هالقدرات بصراحة، شوي قدراتي متواضعة فبعمل مسلسل واحد بالسنة. هو هيك المفروض. ايه، فبالعكس انا ما ابتعدت عن دراما السورية رغم الظرف الصعب الان. يعني السنة الماضية كنا مع بعضنا مسلسل أوركيديا، المولي قبل اللي قبله كنا مع بعض مسلسل العراب. بس بتعرف انت لما تدخل بمشروع بياخد كل وقتك الحقيقة، وبعدين ما المهم انك انت تنوجد بدراما تونسية ولا سورية ولا مصرية، المهم انك انت شو عم بتقدم. يعني مو دائما الحقيقة العروض بتبقى يعني بالنسبة إلي على صعيدي الشخصي، يعني هي الشيء اللي عم أبحث عنه، يعني أنا شوي لي عقل خاص بهالقصة. وبعدين الدراما السورية نفسها للأسف عم تمر بظروف صعبة جدا، ظروف إنتاجية وظروف تسويقية، فيعني ما عادت المسألة مثل السابق. يعني هل حنشوفك قريبا بسوريا؟ قول إن شاء الله، ما بعرف، يعني هذا مرتبط بالتغيير اللي بيصير بسوريا. في أسباب يعني خلتني أطلع برات سوريا، ما كان اختياري، انا زلمي ما بدي اطلع، كنت برات بلدي ولا بحال من الاحوال، بس انا زلمي بدي اعبي عن رايي. فلما تتغير الاسباب اللي خلتني اطلع من بلدي برجع على بلدي، يعني نو بليس لايك هوم، مو هيك؟ يعني ما في واحد اغلى من بلده بالدنيا، ومهما كان سعيد باي بلد بالعالم، وانا سعيد بوجودي بمصر، ومصر هي صارت بالنسبه لي وطني الثاني وابني عم يكبر فيها، لكن بالتاكيد ما في شيء مثل بلده والانسان. طب مصر طبعا انت ابدعت بمصر طبعا، كمان باللهجة المصرية، هل حسيت حالك يعني اخذت حقك كانت كجمال، يعني حسيت عم تعطي كل قدراتك بالدراما المصرية؟ بالتأكيد الدراما المصرية يعني اعطتني فرص مهمة جدا، وانا فخور بالشيء اللي عملته بالدراما المصرية، وبالتأكيد أعطتني حقي، لا طبعا كانت منصفة اتجاهي. بس الفنان دايما سواء كان عم يشتغل الدراما اللي بلده أو عم يشتغل برا، يعني بعمره ما راح يحس إنه هو قدم كل شيء عنده، أو يعني أعطي الفرص اللي فعلا هو بحس إنه عنده إمكانيات إنه يعملها. يعني الواحد بقى عنده طموحات دائما أكبر من الشيء اللي حققه بالتأكيد. طب كيف تواصلك على السوشيال ميديا، مواقع التواصل الاجتماعي؟ يعني فوق الصفر بشوي. مواقع التواصل الاجتماعي يعني ما عادت هي الفضاء البريء اللي نحن كنا مفتكرينه، لا يعني صار انت عندك يعني مواقع التواصل الاجتماعي صارت يعني كمان هي مواقع للقصف، ومواقع للفبركة، ومواقع لنشر المعلومات الكاذبة، وبتلاقي يعني ناس عاملة اكاونتس مضروبة كلياتها، ولا عم بيحكوا بصفتهم مواطنين احرار ومواطنين طبيعيين، يعني انه هذا رأيه والله، انه ما حدا دافع له او ما حدا يعني معشيه لحتى يكتب اللي كتبه. وبالتالي يعني هذا موضوع بيأكل وقتك، يعني بيأكل اعصابك، ف
والناس بدأت تكتشفوا الحقيقة يعني، لكن الناس بدأت مع الوقت تكتشف انه هذا شيء غير بريء وغير طبيعي يعني. بس انا بضل يعني احيانا بنشر شغلات على الفيسبوك، واحيانا بحب اني احط صورة على الانستغرام، بس يعني مالي مثل غيري من الناس يعني، والفنانين كتير ناشطين على المواقع التواصل. هل نادم على خياراتك السياسية؟ اطلاق اطلاق، اثبت الزمن انه يا ريتني طلعت غلطان، اثبت الزمن انه كل ما قلته كان صحيح. في ناس يعني زملائك او شيء كانوا بالخطر الرمادي او تجنبوا يفوتوا باي خيار يعني. ظرف كثير صعب احيانا، كمان المسائل تبقى غامضه يعني، حسب يعني. انا واحد من الناس يعني خلال السبع سنين كان اهم شيء بالنسبه لي انه انا قبل ما اخذ موقف من اي شيء اتمعن جيدا من المعلومات، لانه في حرب اعلاميه وفي تضليل شديد جدا، فبالتالي هي مساله ما لها سهله. مو كل الناس بيحبوا انهم او عندهم القدره الحقيقه انهم يكونوا جزء منها او يعني يكونوا فعالين فيها، وفي ناس عندها ظروف يعني وفي ناس عندها قناعات بنفس الوقت، وفي ناس عندها طبيعه يعني. فلان هي طبيعته يعني من عمره، من قبل ما يصير هذا الشيء بنعرفه من زمان انه هذا هو يعني، فيعني عادي يعني، شيء طبيعي، هي سنن الحياة والدنيا يعني، الناس تبقى متباينة ومختلفة. منالك كل التوفيق حبيبي علي. شكرا.